مهمة حكماء القوم هو العمل من أجل الاستقرار ومنع الفوضى. والإخوة أعضاء مجلس محافظة منتخبون من الشعب، من المفترض أن يكونوا من حكماء القوم. لكن أقل ما يمكن أن يقال عن اجتماع فندق رشيد بأنه تسبب في الفوضى. هذه الفوضى من جهة لا تأتي في خدمة أهالي كركوك. نحن الآن جالسين هنا صدفارح، لا نتحدث عن معاناة أهل كركوك، ولا نتحدث عن معاناة أولئك الذين طردوا من ديارهم على عهد صدام حسين، بمعنى آخر تنفيذ دستورنا. نحن نتحدث عن فوضى تسبب بها حقيقة من المفترض أن يكونوا من حكماء القوم. وهذه الفوضى تأتي في فترة السيد رئيس الوزراء كان منهمك، مشغول بعملية إعادة بناء الثقة بين المكونات، سواء على مستوى العراق ككل، مثل ما يقوم به السيد مسعود بارزاني زيارته إلى بغداد، لقائه مع الأطراف السنية، مع الشيعية، لذبذبة الجليد سواء بين الأطراف السنية أو الأطراف الشيعية.